لكنها بالانس مع اليوم ناتالي ياري. ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا بس بدي اذكر بحمله Children Cancer Center St. Jude من هلا ل 26 الشهر فيكم تتبرعوا دولار كل ما تبعتوا اس ام اس فاضي لرقم 1105 1105 اس ام اس بيكون فاضي بتكونوا عم تتبرعوا بدولار حتى تساعدوا هالولاد اللي هن بحاجه لمساعدتنا خاصه هلا بموسم العيد. هاي ناتالي. هاي كيفك تينا؟ تمام ماشي الحال؟ وما لازم بس نفكر بوقت العيد، لازم دائما نفكر فيهم ودائما نساعدهم. اكيد. اليوم موضوعنا عم نكفيه عن امبارح، وهون بدي ارجع اذكر المشاهدين اذا عندهم اي سؤال فيكم تتصلوا فينا على 0444444444 او كمان توجهوا اسئلتكم على الفيسبوك بيج تبعيتنا ام تي في الايف، رح نشوفها بعد شوي. في كل الفقرات تبعنا عم ينتقلوا على هيدي الصفحه، وفيكم كمان تتواصلوا مع كل زملائي ضمن الايف ثرو البيج اللي عم نشوفها سوا. موضوعنا اليوم تكمل عن امبارح اجى كثير اتصالات فما قدرنا نكفي الحديث. كنا عم نحكي عن الاوبيزيتي وكيف ممكن نتفادى السمنه عن بالعمر الصغير. صح، لانه السمنه تينا وزياده الوزن صعبه اكثر انه نعالجها من انه نعمل لها وقايه. نعم. يعني الوقايه دائما افضل من العلاج، والوقايه من السمنه ومن زياده الوزن بتبلش كثير بكير، وبكير اكثر من ما بنتصور. يعني فينا نبلش نعمل وقاية لزيادة الوزن والسمنة خاصة على عمر على كبر من ابتداء من عمر الست شهور. يعني في كثير اشياء الاهل بدون ما ينتبهوا او اكيد بيكونوا هن بهمهم انه اولادهم ياكلوا بطريقه صحيحه وبيعملوا بعض انواع من الاغلاط، ممكن هالاغلاط هي تساعد لوجود زياده وزن وسمنه لاحقا عند هالاشخاص هولي بس يصيروا كبار. نعم. واكيد تضلها. قد ايه كمان في اشخاص في اهل، يعني اذا بنحكي عن الاولاد اللي عندهم سمنه، قد ايه في اهل اولادهم ممكن يكون عندهم سمنه بس هن ما معهم خبر؟ صح. هلا يعني بيستخفوا بالموضوع. مزبوط. هلا في كثير عوامل بتاثر تا هالشخص يصير عنده سمنه ولا لا. ولكن مثلا منهم اكيد العامل الوراثي، يعني في اوقات الجسم اجسام عندها تندنسي انه تعمل سمنه وزياده وزن. في عادات غذائية بالعيلة، يعني أوقات كتير بيجوا لعندي أولاد عندهم زيادة وزن وعندهم سمنة. نعم. والمشكلة هي عادات بالبيت موجودة، الأهل منهم واعيين على هالشغلة لأنه هيدي شغلة عادي عندهم. دونك في كتير يمكن ما حدا منهم عنده مشكلة وزن كمان. مزبوط، ولكن عادات سيئة. نعم. دونك هدول الأشياء كتير بتأثر، وهون لازم نشتغل على بكير كرمال تا نتفادى. نعم. المشاكل بعدين رح نحكي عن تفاصيل الموضوع بعد هالوقفة. أوكي. في اتصال ناطرنا. الو. اوه حرام، ناطرني على الفاضي. في حدا ثاني؟ الو. الو الو بونجور. وي بونجور مدام خوري، تفضلي. بونجور، بدي اسال سؤال عن المعروف. تفضلي عم نسمعك. بدي اسالكم انه المقادم، انا معي كوليسترول 235، اذا انا بحب كثير المقادم فيني اكل ولا ما بيسوى ابدا؟ هيدا اول سؤال. بس ثاني سؤال عن المعروف، بيقولوا انه الخل إذا واحد بحط ملعقتين خل بكباية وبيشربهم قبل الأكل مفيدين للبطن إنه بيروحوا الشحم. أنا بشرب كل يوم ملعقتين خل بس مع الأكل بحطهم، إذا عاملي مجدرة بحطهم معها، إذا عاملي لوبي بحطهم معهم، إذا هيك يعني مفيدين كمان ولا ضروري يكونوا بالماء؟ رح بطنك مدام فوري. وقت الخل عم تحكي قبل الأكل على كل وجبة؟ إيه إيه لا مش على كل وجبه، مره بالنهار. اوكي اوكي. قد ايش صار لك عم تاخذيهم؟ شي شهر تقريبا. اوكي اوكي. حسيتي بشي فرق او بعد؟ انه عادي، انا ماني ونصحة اصلا، انا ضعيفه يعني، بس انه انا بحب ضل محافظه يعني. اوكي اوكي. ثانكس لاسئلتك. رح نبلش بسؤال المقادم. مزبوط، سؤال المقادم. هلا المقادم هو من الانواع البروتينات اذا فينا نقول اللي فيهم نسبه كوليسترول عاليه وفيهم نسبه دهون. هلا افضل شخص عنده كوليسترول عالي ما يتناول بشكل يعني ريغولييه هالمأكولات. كيف تقطع المقادم؟ هلا مره بالشهر؟ مره اذا اخذت مره بالشهر بدها تنتبه كثير خلال هالنهار هيدا
شو هن المأكولات الباقية اللي عم تاكلها؟ لأنه بعرف هيدي وجبة أكل عادة ما كتير نطبخها، فإذا مرقتها بالمناسبات كمية صغيرة وانتبهت على كمية الدهون اللي عم تاخدهم خلال هالنهار أو حتى الكوليسترول بالأكل اللي عم تاخده، ما بعتقد رح يكون مشكلة. هلأ الكوليسترول عندها عالي، من الافضل انه تتجنب هالاكله هاي، ولكن اذا هالقد بتحبها هالاكله مره بالموسم مش مشكله. شو قصه الخل هلا سؤالها لمدام خوري، كثير اشخاص بيعتقدوا هالشغله هاي انه الخل لانه حامض لانه اسيديك ممكن انه يدوب الدهون، ولكن ما في ولا اي دراسه او ولا اي بحوث فرجت انه الخل بيدوب الدهون، ما في ماده ممكن انه تحرق الدهون بالجسم لسوء الحظ، والا كلنا اخذنا منها. والخل بيساعد يمكن شوي على الهضم، بيعلي حموضه المعده، ولكن ما بيحرق الدهون ولا حتى الكوليسترول العالي. سو فيها تتخلى كليا عن هالعاده؟ اكيد اكيد فيها حتى تتخلى. بالاكل هي عم تقول انه قيمه بتزيد على بالاكل من احنا بنستعمل الخل، لانه مش اذا مش بس انه مش ضروري ابدا، لا اكيد لا، ما رح تلاقي اي ما رح تلاقي اي نتيجه. هلا هي بما انه عم تنتبه على نمط اكلها وبتحب تضلها تحافظ على وزنها حسب ما قالت، هيدا اللي راح يساعد، مش ملعقتين الخل لانه ما عندهم اي فايده. اوكي، لكن رح نرجع على موضوع زياده الوزن والسمنه، لكن وقت اللي بنبلش ندخل المأكولات عند الاولاد هون، هيدي كيف من بتصير تدريجيا مندخل المأكولات، هون نقطه كثير مهمه بالوقايه ضد مشكله السمنه وزياده الوزن. يعني وقت اللي بنبلش ندخل كمية الخضار والفواكه اللي لازمة، وقت اللي مننتبه للولد أمتين بيشبع وأمتين هيز فول، لأنه هيدي نقطة كتير أساسية. الولد بس يبلش يأكل بيصير يتعلم أمتين يسمع جسمه أنه هو شبع وأمتين يوقف وقت اللي يشبع. كتير من الأوقات بنعمل كاسة خضرة للولاد، أو حتى لو خضرة كانت أو كاسة فواكه، صحيح ولا مأكولات صحية، ولكن الكمية كتير أكبر من ما هو بحاجة. الولد بنصير بنضل نلعب معه بالطيارة أوكي، إذا هو ما بده يأكل لازم نعرف شو هن الأشاير اللي بتفرج أنه ابن أو بنتنا شبعت ونوقف. وهيدي نقطة كتير أساسية للوقاية من مشكلة السمنة لاحقا. رح ناخذ اتصال. ألو ألو، بونجور نانسي. بونجور تينا، كيفك؟ ماشي الحال؟ بونجور، ماشي الحال. شو سؤالك يا نتالي؟ بس بدي أسأل مدام نتالي أنه أنا يعني لازم يكون وزني بلوتو، لازم أخذ بعد 2 كيلو بالنسبة ليصير وزني معطولة، يعني أنا ضعيفة بس عندي كوليسترول وتريجليسيريد وما عم بعرف شو السبب. عم باخد هلا البيتور، يعني دي صحت عند الدكتور، بس عم بتفاجئ يعني انه يعني مين ما بيشوفني ما حدا بيصدق انه انا عندي كوليسترول قد عالي وتريجليسيريد. بس نحن بنعرف وكذا مره يعني نتالي او رندا ذكرين انه الكوليسترول ما له علاقه بالوزن. اكيد اكيد. هلا في عوامل، ما انا لانه صاري بيشتغل ما بكون عم تبعكم. لا عم نحكي بالاجمال نحن. عاده كثير مع حق انه انا ضعيفه ليه بده يكون عندي كوليسترول؟ وهون في اكيد عوامل مختلفه، في اكيد النظام الغذائي، يمكن النظام الغذائي اللي عم بيأثر على ارتفاع الكوليسترول والتريجليسيريد، واكيد كمان في اشياء وراثيه. يعني عاده الاشخاص اللي في اوقات اشخاص حتى بينتبهوا باكلهم، ولكن بينتبهوا اكثر من غيرهم ولكن كوليسترولهم اعلى. هول اشخاص عندهم فورم او نوع من الديسليبيديمي الفاميليال، يعني عندهم استعداد تركيبه جسمهم مزبوط جينيه، هي بتأثر على هالشيء. هذا الحاله ما فيهم يساعدوا حالهم بالاكل؟ بلا اكيد اكيد. النظام الغذائي عند هالأشخاص هيدول أهم بكتير من شخص لأنه بيأكل كيف ما كان وعليو عنده الكوليسترول. هالأشخاص هولي معرضين أكتر من غيرهم ويصير عندهم مشاكل أبكر من العادة. بس هون بدهم ينتبهوا على نوعية الأكل مش نوعية على الكمية. نوعية الأكل هلا ننسي، لازم يمكن إذا عندها وزن لازم تزيده، لازم تزيد الكمية من الأكل، ولكن لازم تنتبهي على نوعية أكلها أكتر من غيرها، ولكن أكيد بدنا نزيد السعرات الحرارية. نعم. معنا اتصال تاني. الو 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 الو، بونجور ناتا. الو وي، عم نسمعك. ايه بونجور. بونجور، تفضلي. معك ناتا. كان عندي سؤال للمدام، بقدر اساله؟ اكيد تفضلي. عندي بنتي عمرها 15 سنه. نعم. وعندها كيلويات بدت روحهم. وقفنا كل شيء، النوتيلا والشوكولا والفيكولون وال كوكا وكل هول. صار لها شي 2 سمان ادمي، وما با بيردو ان جرام.
هلا سؤالك ليش؟ ليش اكيد في شيء غريب. اوكي بهالعمر هيدا عاده بعمر 15 سنه القبليه بتزيد، والشباب والصبايا عاده بيلتجئوا لهالمأكولات السريعه اللي هي النوتيلا والشيبس هلا وقت اللي بنشيلهم من اكلنا عاده الجسم معود على كميه معينه، دونك اكيد بنتها عم بتعود بغير مأكولات تما عم بخف وزنها، او يمكن الحركه اللي عم تعملها عم تعمل اقل حركه، لانه بالنهايه وقت اللي شخص ما بينزل وزنه وبحافظ على وزن يعني السعرات الحراريه اللي عم ياكلها قد ما عم بيحرق، يا عم بتزيد يمكن وجباتها لانه ما عم تشبع عم بتعود بغير طريقه، او يمكن ثاقبت بنفس الوقت ما عم تعمل حركه مثل ما كانت تعمل قبل. اسبوعين كافيين كدليل؟ هلا في نقطه هون لازم تنتبه له، هو انه حتى بمرحله المراهقه ما لازم ان الوزن ينزل بطريقه كثير سريعه عند المراهقين، لانه هن صحيح يمكن ما بقى يطولوا كثير او بعد عندهم كم سنتيمتر يطولوا، ولكن في الانترنال ديفلوبمنت يعني الديفلوبمنت تبع الاورجان تبعهم بحاجه لكميه سعرات معينه ما لازم ننزل تحتها، يعني لازم تنتبه انه تخفيف الوزن ما لازم يكون سحر. هو احسن اذا ما بتنزلهم بسرعه تما هيدا يأثر على نموها، فتطول بالها أكتر، تطول بالها أكتر، تعمل حركة أكتر وتنتبه تشوف شو هن الأشياء اللي زادتهم بأكلها كرميل اللي عم بيأثر على أنه ما عم تنزل وزن. فيك تعطينا خلاصة لحديث حديثنا اليوم؟ اليوم حديثنا مزبوط كتير مهم ننتبه أنه الوقاية من زيادة الوزن والسمنة ببلش من وقت اللي ما منبلش ندخل المأكولات حتى بعمر سنتين ثلاثة، كمان في مرحلة تانية التعاطي مع هالريسك هيدا أو مع السمنة وزيادة الوزن يختلف بكل مرحلة من العمر، عمر الخمس سنين والست سنين كمان في مرحلة كريتيك هون لازم ننتبه لها، بحكي عنها أكيد أسبوع الجاي، وسن المراهقة كمان فينا بكل هالمراحل هاي نساعد طفلنا أنه نتجنب السمنة وزيادة الوزن، لأنه العلاج دايما بيكون أصعب وقدي صعب نغير عاداتنا بس يصير عمرنا 30 و40 سنة. Thank you نتالي، رح ناخد بريك مشاهدينا ونرجع من كافي سوا.